يا كريمة اطلعي لي دلوك يا كريمة، يا انا هدخلك هاخد روحك بيدي. تاخدي روح مين يا جبرية؟ هو انا فرخة؟ مالك داخلة بزعبيبك وعملها لك زيتة وزنبليتة؟ ايه في ايه وجر الناس وراكي كده؟ انتي ما بتتهديش يا ولية؟ طب اعملي حساب لولادك. بلاش ولادك، اعملي حساب لجوزك اللي دمه لسه ما بردش. كفاية بقى كفاية، كاتمين في قلبنا وساكتين. فين الدلدور اللي ماشي وراكي؟ انا ما وريش دلاديل يا جبرية، انا هنا لوحدي. خربتيها وقعدت على تلة خلاص. ايوه وقفلت التل كمان بالمفتاح، ومحدش هيقدر يدب رجله هنا الا بكيفي وبمزاجي وبامري، واللي هيخبط على بابي يا جبريه لو ما كانش على كيفي مش هفتح له وهسيبه افاه يا قمر عيش. ايه رايك بقى؟ اتهدي بقى اتهدي. ايه بكده ريتال بتعمل ايه هنا؟ كنت جاي اشوف حسن. اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا خلق على ولدي مروان اللي مرتبوه خلته باع اخوه ودخلوا مستشفى المجانين بيده. الكلام ده ما حصلش، مروان عمره ما يعمل كده ابدا. عمل، وانتوا اتفقتوا كلكم على حسن، كمنه وقف معايا وقال ياما ما حبيعكيش كيف اللي باعوكي. بنتك قصاد ولدي، لو ما رجعش النهارده هتروحي تطلعيها من البحر هو اللي في بطنها. استغفر الله العظيم يا رب. كده هو مجرسانها ومفرجه علينا الناس. اتلمي شويه يا جبريه، ما تزيديش العداوه يا اختي، ما تزيديش العداوه. واحنا من متى كنا حبايب يا كريم؟ مروان مش هيسكت يا جبريه. وماله؟ يورينا يعمل ايه؟ اوعي بنتي يا جبريه. اوعي ايه؟ اوعي انتي. اوعي وريني هتعمل ايه انت كمان. كده هو حاضر يا حلوه. فوت يا بت يلا. جبريه طختي يا كريمه بالسلامة يا اختي. ايوه خشي تعالي يا شمس، خد البيت دي اقفل عليها الباب ما اسمعلهاش حس. فزي وانت خبيثة، ايه اللي وداكي هناك؟ كنت رايحة ادور على حسن. هتدوري على حسن ولا تتفقي مع امك عليا؟ عارفة ايه اللي مصبرني عليكي؟ اني خلفتي من ولدي، غير كده كنت جيت فيكي النار. تقديها نار ولا شرار؟ انا مال انا، انت وعيالك مع بعض، انا ماليش دعوه. يلا غوري على فوق، غوري. وانا بقول لك اهو، هو سواد الليل، ولو ولدي ما رجعش حد يلومني على اللي